احبائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج سيف الروح، وبنتابع دراستنا مع بعض في الاناجيل اللي رتبتها الكنيسه في احاد الخمسين، وقد ايه توجد رؤيه عميقه جدا زي ما قلنا قبل كده في كذا حلقه للاناجيل اللي اختارتها الكنيسه عشان تورينا في فتره ما بعد القيامه والاحتفال بقيامه المسيح من بين الاموات واعلانه الحياه لكل اولاده. بتورينا الكنيسه ازاي نثبت اعيننا على هذا الاله الحي. وزي ما اخذنا في الدراسات اللي قبل كده انه الاسبوع الاول ركزت معانا الكنيسه على المسيح ايماننا اللي بيثبت ايمان ولاده، وبعدين الاحد الثاني قدمت لنا المسيح الخبز الحي، انا هو خبز الحياه، ان المسيح هو الخبز الى حياتي الابديه. بعدين الاحد الثالث انا هو الماء الحي، ازاي ورتنا انه المسيح اللي يشرب منه لا يعطش الى الابد بل يصير فيه ينبوع مياه ينبع الى حياه ابديه. الاحد الرابع شفنا انه ازاي المسيح هو النور لحياتنا، انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه. الاحد الخامس اللي احنا النهارده هنتكلم عنه ازاي المسيح هو الطريق، وهو قال انا هو الطريق والحق والحياه. والاحد السادس المسيح هو الغالب اللي بيعطينا الغلبه على عدو الخير في كل مشوار حياتنا. ثم تختم الكنيسه بالمسيح الذي يعطينا روحه القدوس، وبيكون الاحد الاخير اللي فيه بنبتدي نحتفل بعيد حلول الروح القدس عيد العنصره. ثم تبدا الكنيسه من بعدها على طول تعلن صيام جماعي لكل الكنيسه، لانه ابتدت الكنيسه تنزل تعمل عمل الله في وسط الناس، وابتدت تنزل الكنيسه الى الحياه، وتبتدي فتره صوم الرسل اللي بتورينا فيها الكنيسه ايه اللي عملوه كل الرسل لما ابتدوا يستلموا الروح القدس، وازاي فرق في ولاده الكنيسه، وازاي صار عمل عجيب فتنوا المسكونه هؤلاء البسطاء بسبب حلول الروح القدس فيهم. رحله شيقه جدا جدا، وبيفوتوا كتير اللي بيحضر الكنيسه وبينتبهش للقرايات، وبيفوتوا كتير اللي مش بيربط القرايات ببعض. عشان كده بنحاول على قد ما نقدر في برنامجنا ان احنا نحط هذه الكنوز الكتابيه اللي الكنيسه هيئتها لنا بوضوح قدام المشاهد عشان يتذوق وياكل لنفسه طعام الحياه الابديه. زي ما قلنا الاحد الخامس اللي بيتكلم فيه المسيح عن نفسه كهو الطريق والحق والحياه، هيكون ده موضوع دراستنا النهارده مع بعض. لو في انجيل بشجعك انك تجيب الانجيل وتقرا معايا من اصحاح ال14. انجيل يوحنا زي ما اتفقنا قبل كده كل هذه القراءات في السبع احاد من انجيل يوحنا. انجيل يوحنا والاصحاح ال14 وعدد واحد: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، في بيت ابي منازل كثيره، والا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لاعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يقدر أو ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدة ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا يعمل الأعمال. الحقيقة أنه الجزء اللي قريناه ده من إصحاح الـ 14 هو تكملة للحوار اللي بدأ مع التلاميذ من الإصحاح الـ 13. والإصحاح الـ 13 ابتدى فيه المسيح أنه يقعد مع التلاميذ في آخر لقاء بينه وبينهم، و يصنع فيه العشاء الرباني، وكمان يصنع فيه انجيل متميز جدا وهو غسل الارجل.
ويبتدي يغسل أرجل التلاميذ، وبعد ما يغسل أرجل التلاميذ يبتدي يقعد يتكلم معاهم ويبتدي يطول الكلام زي ما قلنا قبل كده، إصحاح 13 وال14 وال15 وال16 وال17. فينفرد القديس يوحنا بهذه الخصوصية أنه بيحكي بالتفصيل الحوار اللي دار بين المسيح وبين التلاميذ، ويفرد له حوالي 5 إصحاحات. وبالتالي يعني مهم جدا جدا أن احنا نقرأ كويس قوي ال5 إصحاحات دول، لأنه فيهم كنوز حقيقية عشان نفهم علاقتنا بالمسيح، وعشان نفهم وضع المسيح في حياتنا، وعشان نفهم ايه اللي في قلب المسيح ناحيتنا. وهتلاقي اجابات كتير جدا في الجزئية دي، لانه في كتير مننا يتعاملوا مع الموقف ان احنا امام ديانة فيها مجموعة من الفروض، وفيها مجموعة من الفضائل، وفيها مجموعة من النواهي. لكن اللي يقرأ هؤلاء، أو آسف، اللي يقرأ مجموعة دي من الإصحاحات سيدرك أننا بصدد شخص اسمه شخص المسيح. هو المسيحي، هو المسيحي. فاللي عمل أي حاجة غير أنه عرفه تاه عن المسيحي. اللي مارس كل الوسائط وكل الفرائض من غير ما يوصل له تاه عن المسيحي. واللي عمل كل الوصايا خوفا من انه يقع تحت طائلة العقاب منه تاه عن المسيحية. وزي ما هنشوف هنا كده الجزئية دي، واشجعكم واحنا بنقرأ الجزئية دي انه نفسك تنفتح وتقرأ بقية الاصحاحات الخمسة، لانها مليئة بحضور المسيح نفسه. يقول الآتي كده: لا تضطرب قلوبكم، انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. بيوجه الكلام ده للتلاميذ، لانه في الجزئيه اللي قبلها على طول في نهايه الاصحاح 13 ابتدى يتكلم عن انه في واحد من التلاميذ هيسلمه، وفي واحد تاني من التلاميذ هينكره، وقال اللي هينكره فبص التلاميذ لبعض لقوا انه يمكن اكتر واحد فيهم بيظهر قوه ايمانه بالمسيح اللي هو بطرس الرسول. وازاي كان الاول في اعلانه عن ثباته في المسيح ومحبته للمسيح واستعداده انه يموت عن المسيح. فحصل حالة من حالات الاضطراب، هو ايه اللي احنا رايحين عليه ده؟ احنا قضينا معاه 3 سنين حلوين قوي، مليانين تعاليم ومليانين معجزات ومليانين شعبية بتزيد وناس كلها بتحبه، بعدين فجأة بيكلمنا عن صليب وعن موت. فابتدوا يحسوا بالاضطراب، وابتدى جواهم يحصل نوع من انواع التساؤلات: هو انت رايح بينا فين؟ قال لهم على طول: ما تخافوش، لا تضطرب قلوبكم، انتوا تؤمنوا بالله، صدقوا في اللي انا بجهزه لكم، امنوا باللي انا اعددته ليكم. عشان كده هذه الآية لما بقراها لنفسي وانا بمر بمجموعة من الاضطرابات في حياتي، برجع احط عيني على المسيح والاقيه بيقول لي: ما تخافش، ما تضطربش، صدق اني باعد ليك الافضل. وهذه الرساله في حد ذاتها وقيمتها انه صاحب الرساله هو ضابط الكل بيقول لي: ما تضطربش. قالها للتلاميذ في عز قلقهم: لا تضطرب قلوبكم، في بيت ابي منازل كثيره، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. قال لهم: ليكوا مكان في بيت أبويا، ولم نعرف الله كأب إلا في المسيح، لم نقترب من قلب الله كأب لينا إلا عندما أعلن لنا المسيح هذه الأبوة وهذه المكانة. وها هو يؤكدها في آخر لقاء بينه وبين التلاميذ، بيقول لهم: أبويا عنده مكان في بيته لكل واحد فيكم، وأنا رايح أعد ليكم أماكنكم. فبيقول لهم: صدقوا واستندوا على الإيمان الفترة دي من حياتكم، لأني موجود وأعد ليكم مكان، ووجودي هو أبدي، ووعدي ليكم هو وعد أبدي،
فإذا في وقت ما لقيتنيش تأكد أني موجود حتى لو أنت مش شايفني، ووجودي هو لكي تكون بيني وبينك حياة أبدية. فهو بيهيئ التلاميذ بيقول لهم مش هتشوفوني الفترة الجاية، لكن هأكون بأعد ليكم سكنة إلى الأبد معايا، فأنا مش هختفي عنكم، أنا بأعد ليكم حياة إلى الأبد. ويقول إنه بيت أبويا مليان أماكن، مفيش حد أبدا ممكن للحظة يسأل نفسه إذا كان لي مكان ولا لأ. طبعا ليا مكان، طبعا ليا مكان ومكانة في قلب أبويا، والفضل للمسيح إنه هو اللي أوجد بيني وبين الله هذه الخصوصية في العلاقة. ولما قبلت المسيح وأمنت بيه وصدقته صرت من أولاد الله. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، ولأني ابن لله فبقيت ليا مكان في بيت أبويا. فيتطلع إلي أبويا السماوي يقول لي مد، يلا اجمد كمل، لأنه مكانك محجوز باسمك في بيتي، الحتة دي بتاعتك هتكون معايا فيها للأبد. عشان كده يعلن المسيح إعلان رائع إنه هو أعد ليا مكان، أعد ليكي مكان، أعد ليك مكان. ففي اللحظة اللي يجي الشيطان يقول لي أنت اتنسيت من خطة الله، أقول له لا، المسيح ما قاليش كده، المسيح قال لي إنه ده بيت أبويا وإن أنا عندي مكان في البيت ده بتاعي. وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لا يزال الحوار مستمر بين المسيح وبين التلاميذ المضطربين، بيقول لهم أنه المكان اللي أنا أعددته ليكم أنا هاجي تاني أخدكم ليه، أنا جاي تاني، جاي تاني، ما سبتكمش إلى حيث المجهول، لأنه أعظم خوف هو الخوف من المجهول. المسيح قال لهم وقال لي معاهم وقال لك وقال لك مفيش مجهول معايا، أنا راجع تاني، ها أنا ذا آتي سريعا. وعشان كده كلنا عايشين على هذا الرجاء وبهذه الثقة إنه هو جاي، وتسهر الكنيسة بالتسبيحات كل ليلة علشان تنتظر المسيح القادم من بين الأموات، واحنا بنصلي في نص الليل ها هو ذا العريس يأتي، احنا سهرانين مستنيين عرسنا. وطوبى للذي يجده ساهرا، يا بخت اللي عنده هذا الإيمان والسهر الروحي في قلبه وعارف ان المسيح جاي. هنا بيقول لهم انا جاي تاني، وجاي تاني عشان اخدكم حيث اكون انا تكون انتم ايضا. يعني في اللحظة دي وانت ممكن تكون في اشد احساسك انك بعيد عن الله، الله بيقول لي انا برضو شغال على ابديتك، انا برضو سهران على خلاصك، ومطرح ما هكون انا عايزك وعايزك تكوني معايا. ده اللي في قلب الله، ده اللي اعلنه لينا المسيح. عشان كده الاصحاح دي مهمه قوي تتقري وتتقري كتير، لانه المسيح اعلن فيها عن امور جميله جدا وعميقه جدا. فهنا بيقول انه انا مش نسيكم، ما تعيشوش في التراب، لأنه أنا عامل خطة أبدية لكل واحد من ولادي، والخطة دي تنتهي بأن أنتوا تكونوا معايا فتبتدئ الأبدية. وبيقول أنه حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، يعني هذه الصحبة الرائعة الجميلة هي شهوة قلب المسيح نفسه. هو عايزني في اتضاعه وفي محبته وفي بساطته يمد ايده دايما ليا ويقول لي انا اللي باخد المبادره واقول لك اقعد معايا، كلمي معايا، انا فرحان قوي باللقاء اللي بيني وبينكم، انا سعيد جدا ان انتوا اديتوني الفرصه ديت ان انا اعلن ليكم قد ايه انا بحبكم. وهنا الاعلان للتلاميذ يقول لهم انا بجهز لكم مكان في بيت ابويا وهاجي تاني اخدكم تعيشوا معايا للابد. فاللي احنا عايشينه هنا على الارض هو عربون الميراث الابدي، والسعادة اللي بنشعر بيها لما نقعد مع الله أو لما نقعد مع كلمته في الإنجيل أو لما نقضي خلوة معاه أو لما نكون في صلاتنا في القدس وقد إيه إحنا قريبين منه ومتعمقين فيه، حضوره في وسطنا على المذبح، يقول لي الله فرحان بده، ده حاجة بسيطة قوي من اللي أنا مجهزه لك للأبد. ويقول لهم بعد كده الآتي،
وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال لهم هتبقوا عارفين أنا رايح فين، أنا هعلمكم وهعرفكم أنا رايح فين والطريق إزاي. راح على طول سائل توما المشهور بأسئلته اللي من النوع ده. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ توما على طول هو شخصية يعني تميل إلى المنطق والتحليل، فقال له: الكلام اللي بتقوله إحنا مش فاهمينه، فبتكلمنا إن إحنا هنعرف، إحنا مش عارفين أساساً أنت رايح فين، إحنا مش عارفين هو إيه الموضوع. إحنا كنا مع بعض بقالنا 3 سنين وتلت والدنيا لطيفة قوي، أنت رايح فين وسايبنا؟ وبعدين لو أنت مش معنا هنعرف الطريق إزاي؟ إحنا تعودنا إن إحنا نعرف منك ونتعلم منك وناخد إرشادنا منك، فأنت دلوقتي هتسيبنا وإحنا كمان مش عارفين أنت رايح فين، فإزاي هنعرف الطريق؟ أسئلة كتير من النوع ده بنطرحها على الله. إحنا مش عارفين، إحنا مش فاهمين، وساعات كمان يمكن تكون معاها إحنا غالبا مش مقتنعين. ولو ناخد بالنا إنه هذا النوع من الحوار كله مبني على أمور روحية مش أمور أرضية، وكله مبني على فهمنا اللي الله يديهولنا مش فهمنا اللي هنستحضر بيه الله ونحطه تحت الفهم ده خالص. فكل محاولة أني أنا أجيب الله تحت مستوى إدراكي وأفهمه هي محاولة عاجزة، لأنه الله إعلاناته أقوى بكتير من حواسنا إحنا. في أعمال 9 لما الله أعلن نفسه لشاول الترصوصي يوصف كده الإنجيل في أعمال الرسل ويقول أنه كان في وضح النهار، يعني كانت الشمس طالعة جدا. ولما المسيح أعلن عن نفسه لشاول النور الذي رآه شاول يكاد يكون أخفى نور الشمس، كان أقوى جدا من الشمس جدا، فهو نور يفوق القدرة على الاستيعاب. ويورينا أنه لما شاول شاف النور ده عينه ما قدرتش تحتمله فأعمية، أفقدت القدرة على البصر هذه الإعلانات، وخده 3 أيام لغاية لما راح لحنانيا ووقعت قشور من على عينه وابتدى يشوف من جديد. إعلانات الله أعظم من الحواس الإنسانية وأعظم من القدرة على أنها تستوعبها، ما تقدرش الحواس تستوعب هذه النوع من الإعلانات، لكن هذه الأمور يقول عنها قارنين الروحيات بالروحيات. كل ما اتضع أمام الله وقول له: يا رب أنا قدام كلمتك اعلن ليا، يبتدي هو يعلن ويفهم ويعلم. عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نكون على علاقة قوية ولصيقة بالإنجيل. وعشان كده لو ناخد بالنا للطعام اللي بتقدمه الكنيسة كله مبني على الإنجيل، القداس مليء بالقراءات من الكتاب المقدس، وصلوات القداس مليئة بالمراجع الإنجيلية، صلوات السواعي 7 مليئة ببراجرافات من الكتاب المقدس من المزامير، وحتى القطع المكتوبة مكتوبة بيزد على أفكار الكتاب المقدس. فإحنا في كل وجبة الكنيسة بتقدمها لنا بتقول لي الإنجيل الإنجيل الإنجيل. عشان كده المفروض إن إحنا ككنيسة نكون عندنا هذه الثقافة الكتابية عالية ومتميزة، ونكون بنعلم أولادنا من هم صغيرين أنهم يستلموا هذا الإنجيل مقروء ومعاش، بنقراه وبنعيش وصاياه ونطبقها في بيوتنا وفي أعمالنا وفي حياتنا وفي كنائسنا، لأنه جوه الإنجيل كل الإعلانات بتاعة الله. فالله بيكلمني هنا وبيفهمني هنا، فلما أكون النهاردة مثلا بقرأ الجزء دوت وأقول له: يا رب أنا مش فاهم أنت عايز مني إيه بالظبط، أنا مش عارف إيه هو الطريق، ألاقي إعلان جديد بيقوله لي زي ما قاله بالظبط لتوما. وهو ده الموضوع اللي الكنيسة بتحطه لنا النهاردة، إنه قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قال له يا توما: ما تدورش كتير، أنا هو الطريق. المسيح بنفسه هو الطريق. فلما باجي اقول له: يا رب علمني امشي فين، اروح ازاي، اجي منين، يقول لي: ما تتهش، عايز تتعلم الطريق اعمل ايه،
اعرفني لاني انا هو الطريق. عشان كده كل محاولة للبحث عن المسيح بره المسيح ضيع، مجهود على الفاضي. كل محاولة للوصول إلى الله بدون المسيح عاجزة وقاصرة ومعيبة، لأن هو قال ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، أنا الطريق. من خلالي هتعرف توصل للحياة الأبدية، بيا هتعدي من الموت للحياة. تعالى عندي هتشوف كل ما يتعلق بالآب، لأني أنا في الآب والآب فيا. ومش هتختبر الله كأب إلا في المسيح، ومش هتعرف الله كأب وإمكانياتك ليه كابن إلا من خلال شخص المسيح. عشان كده هذه المكانة مش هتتذوقها إلا لما تعرف مين هو المسيح كويس قوي. أنا هو الطريق. كل محاولات تاني بقى سلبية. إذا قلت إنه في واحد بيحاول إن هو يخدم في الكنيسة ويكون ملتزم جدا بخدمته، لكن ما بيعرفش المسيح في الخدمة دي، بيروح يدي درس في مدارس لأحد لكن مش بيطلب من المسيح إن يكون معاه، مش بيطلب من المسيح إنه يعلمه هو مين ويعلمه إزاي لأولاده، بيروح يخدم الفقراء لكن مش بيطلب من المسيح إن هو يشوف المسيح في الفقراء، فيروح يساعد الفقراء لكن ممكن يكون بيتعصب عليهم، بيدينهم، بيعملهم معاملة صعبة، مش شايف المسيح. لأن المسيح قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني. قالوا له عملنا ده ازاي؟ قال لهم أنا كنت فيهم، كل ما فعلتم بأحد هؤلاء الأصغر فبي قد فعلتم، لأني أنا هو الطريق. فأنت عايز تصلي عن طريق الخدمة، أنا هناك. إذا ما عملتنيش هناك في الخدمة اللي أنت رايح تعملها، هتعمل الخدمة دي لمجد نفسك خسران، مش هتعرف توصلي لأنك مش بتعملها لي أنا. أنا هو الطريق. إذا صليت لكن ما طلبتنيش وما طلبتش علاقة حقيقية بيا، واقتصرت صلواتك على أنه عايز مجموعة من الحمايات ليك من الخطر أو مجموعة من الخيرات والبركات أديها لك في حياتك وما سألتنيش عني أنا، تبقى صلواتك ما وصلتكش ليا، لأني أنا هو الطريق. عشان كده الكنيسة ما بنقول أبانا الذي، بنقول بالمسيح، بالمسيح يسوع ربنا. احنا بنكلمك وبنخطبك بالمسيح لانه هو الطريق. وبالتالي كل عبادة شخصية او جماعية وكل عمل شخصي او جماعي من خلال علاقتي بالله او من خلال علاقتي بالله جوه الكنيسة، لازم يكون المسيح هو الاول والاخر والطريق، الهدف والوسيلة، هو الكل في الكل. عشان كده زي ما قلنا في اول الحلقه، احنا مش بنسلم مجموعه من الفرائض والوصايا او بنحذر من مجموعه من العقوبات وننهي عن مجموعه من السلوكيات، الكلام ده بيجي تلقائيا. لكن اللي مش موجود غير عند المسيح هو انك تعرفه كهو الطريق. عشان كده افحص طريقك وافحصي طريقك وافحص طريقي. اذا لم اجد في طريقي المسيح بيقولي انا مرتاح عندك وقلبك بقى بيتي وانا ساكن عندك، اذا ما لقيتش هذه السكنة وهذه الراحة من المسيح يبقى الطريق اللي انا ماشي فيه غلط. اذا ما لقيتش المسيح موجود في كل خدمة بعملها في الكنيسة او في كل شركة ليا في الكنيسة يبقى الطريق غلط. إذا كان وجودي بيثير مشاكل أو مش قادر أتقبل وجود الآخر أو أبحث عن التميز والمكانة أو أبحث عن المنافسة أو أبحث عن أي أمر أرضي أخذ وأدخل بيه جوه جسد المسيح، يبقى أنا في طريق غلط. لأن المسيح نفسه هو الطريق. فإذا كنت موجود في جسد المسيح فأنا موجود عشان الجسد يكون واحد، فأنا بشوف نفسي وبشوف أخويا في المسيح، فأنا مش بشوف غير المسيح لأنه هو الطريق. وفي كل حاجة بعملها وفي كل وسائط النعمة اللي أنا بأمارسها شايفه هو ورايح له هو وعايش فيه هو، وده اللي بتقدمه لي الكنيسة، إنها بتفتح لي طرق أختبر إني أنا في المسيح
أنا يبقى أنا كده في الطريق، لأنه هو الطريق. كل زوج وزوجة، كل أب وأم، كل بيت يفحص نفسه، هل أنت في الطريق الصحيح أم لا؟ لو المسيح في البيت يبقى صار المسيح الطريق، إحنا كلنا في المسيح يبقى ماشيين للأبد. المسيح مش في البيت، شايف مشاكل بينك وبين زوجتك وساكت، شايف مشاكل بينك وبين زوجك وساكتة، شايف الولاد بتبعد عن ربنا وساكت، يبقى الطريق بيضيع بيتوه، لأنه بقاش المسيح هو الطريق. آه بس ماشيين كويس، آه بس بينجحوا، آه بس هيشتغلوا شغلانات كويسة، ده تاه عن الطريق، لأنه المسيح هو الطريق. وإيه الفايدة إن أسلك في طريق ياخدني 10-20 سنة وبعدين يحود بي على الجحيم وعلى الموت الأبدي؟ أنا عايز طريق ياخدني للأبد، للحياة. عشان كده هو قال أنا هو الطريق وأنا هو الحق وأنا هو الحياة. لما يقول أنا هو الحق بيعلن إنك أنت لما تكون في المسيح وصار المسيح هو طريقك، استحالة تقبل غير الحق، لأن حيث المسيح حيث الحق، قال تعرفون الحق والحق يحرركم. فلما يكون المسيح هو الطريق تكتشف أنه كان فيه أمور كتير لما جيت وقبلت هذا الوعد من الله وصار المسيح هو طريقك، يخش معايا في كل حاجة، يقول لي لا هنا مش حق، هنا في زيف، هنا في غش، هنا في كذب، نظف وأنا هكون معك وهكون فيك. عشان كده اللي بيختار أن المسيح يكون طريقه يتأكد أنه هيقابل بعض المواجهات بين الحق وبين الزيف، وهيلاقي أنه المسيح بيقول لي ما تقلقش أنا هديك الحرية، لأني أنا الحق والحق حرية، الزيف ما يقيدنيش، الكذب ما يقيدنيش، البحث عن الباطل ما يقيدنيش فيما بعد. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فما فيش أنا مش مغلوب من حاجة تاني خلاص، لأني عايز أعيش في النور، عايز أعيش في الحق. فلما صار المسيح طريقي صار ليا قوة وليا ثبات، لأنه المسيح في كل مرة بيسندني بيقول لي اكشف الزيف ده وما تخافش، افضح الكذب ده اللي جواك وفي قلبك وما تخافش. وما أعظم وما أروع أن تحيا في الحق، وعندما تكتشف أن المسيح نفسه هو الحق، فكلما أكون في المسيح يكون الحق فيا وأنا في الحق، فيبتدي لساني ينضبط، تبتدي حواسي تنضبط، تبتدي موازين قلبي تنضبط، ميزان القلب. كانوا بيسموا البرية اللي تربى فيها كل أباء الرهبان في مصر يسموها برية شهيت. برية شهيت يعني ايه؟ يعني ميزان القلوب، يعني حيث توزن القلوب بميزان الله. يروحوا الناس هناك ويروحوا يعيشوا هناك فترات طالت او اسرت، والبعض الاغرب الاكبر اسف عاش الى نهاية ايامه في هذه البرية واشتهى حياة الرهبنة والتكريس الكامل لله. كتوزن القلوب بموازين الله، قلبك مع الله ولا لا يبان لما تتجرد ولما تنفصل عن العالم وتقول له رب انا عايز اعيش ليك. الحق يوزن القلب بميزان الله، فيجي يقول لي تجرد عن كل زيف وعن كل خداع العالم بيضغط عشان يحطك جواه، واسال نفسك بالحق ايه من الحاجات اللي العالم بيعرضها عليك رايح معاك للابديه، شهوه الجسد ام شهوه العين ام تعظم المعيشه تستطيع ان تاخذه في يديك وتنطلق به الى الابديه؟ كله زيف، كله زيف. فيبتدي المسيح الحق اللي جوايا يقول لي خد حريه من كل القيود دي، خد حريه من شهوه الجسد، خد حريه من شهوه العين، خد حريه من تعظم المعيشه، لاني انا الحق وحيث انا الحق الحق يحررك. ولما تتفك كل القيود دي من عليا ويصير المسيح هو الطريق ويصير المسيح هو الحق، لابد وان اخذ كل ما في المسيح من حياه يملأ بها هذا القلب وهذه الضلوع تسكن فيها الحياة، والحياة اللي من الله فيه كانت الحياة والحياة كانت نور للناس، ادانا حياته وهبنا حياته. هذه الوعود هي من الله، والحياة هي أعظم وعد.
أعظم وعد أنار لنا الحياة والخلود. وهذا الخلود هو للإنسان وللإنسان فقط. هل نشتهي الخلود ونصلي من أجل ونقول يا رب عايزين نحيا إلى الأبد معك؟ أم تسرق منا أيامنا ونكتشف إن إحنا رايحين للموت الأبدي؟ لأنه في هذه اللحظة يا إما هنموت إلى الأبد يا إما هنعيش إلى الأبد. ومفيش واحد عاقل وبيوزن الأمور بذهنه وذهنه سليم ويختار الموت إلا لو اتضحك عليه. وهي دي شغلانة الحياة، إنها تضحك علينا من أول ما قابلت حواء لغاية النهاردة لغاية آخر يوم، تخدعنا وتبسط أو تفسد آسف أذهاننا. الخداع وإفساد الذهن والإنجذاب الكاذب نحو العالم ونحو كل ما في العالم، وتحملك وتحملك بكل الأحمال اللي العالم بيحطها عليك عشان تعيش بعد كده عبد ليه. لكن إحنا في المسيح أحرار مش عبيد، والحياة اللي ليا في المسيح حياة من عنده هو، أعيشها معاه وبيه وأعيشها للأبد. والحياة اللي في المسيح كلام تاني خالص خالص. ليه الحياة هي المسيح؟ صار المسيح هو الحياة والموت هو ربح. وكل ما بشوف المسيح ازاي مات من أجلي بقول له أنا كمان عايز أموت معاك وأعيش معاك. فكل حاجة يا رب تبعدني عنك أموتها، وكل حاجة تقربني منك أعيشها وتبقى هي دي حياتي. ولما المسيح يبقى هو الطريق وهو الحق وهو الحياة أحب أعيش معاه. تتحول أوقات الصلاة من أوقات بضغط على نفسي فيها أن أنا أقول له كلمتين إلى أوقات دي بقت حياتي. ده هي دي الدنيا، هي دي العيشة زي ما بنقول كده، أني أعرف أتكلم معاه ولاقي وقت أقضيه معاه. يوم ما أسمع وعظة بتحكي عن جماله وداني تتاخد، يوم ما أسمع ترنيمة بتسبح باسمه قلبي وذهني ودني تتاخد، يوم ما أقرأ كتاب بيتكلم عن قد إيه هو جميل وحلو وقد إيه بيحبني وقد إيه قدم ليا من خلاص، أشعر إنه هذه الأوقات هي دي الحياة. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك يسوع المسيح الذي أرسلته. المسيح هو كلمة الله، هو إعلان الله، هو اللي أظهر لنا الله الآب المحب. هقول تشبيه ضعيف قوي وبسيط بس يقرب القصة شوية لينا، إنه لو جبت واحد ما بيتكلمش بتستنى يتكلم عشان تعرف هو مين. فلو هو في ظروف صعبة ولا شاكك فيه تبتدي تسأله أسئلة تتأكد منها أنه طبيعي، لأن إجاباته هتبين هو ذهنه شغال ولا لا. فالكلام هو علامة ما يدور في الذهن. فلما بتتكلم بعرف أنت سليم، أنت طبيعي، أنت ذكي، أنت جميل، أنت محب، أنت شرير. الكلمة بتبين أنت مين. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، هو أعلن. المسيح هو إعلان الله لينا، هو الكلمة التي بها عرفنا من هو الله. وبالتالي المسيح اللوجوس هو الحياة اللي أعلنت لينا من قبل الله، هو الرسالة اللي الله ادهلنا وبينهلنا. عشان كده قال له من الآن تعرف، لو كنتم قارد عرفتموني عرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال الله في لوجوس يا سيد أرينا الآب وكفانا. قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. المسيح كلمة الله، المسيح إعلان الآب لينا، المسيح فيه عرفنا من نحن في قلب الآب. عشان كده برجع تاني وأقول له يا رب عرفني وإعلن لي ذاتك، قربني منك يا رب، افتح لي طريق أكلمك فيه وتكلمني، أسمعك وتسمعني، أفهمك وتفهمني، لأنك أنت الحياة وأنت الحق وأنت الطريق. وأنا لما أتوه عن الطريق هنده عليك وأقولك أنت عرفني ذاتك. لما الحق يضيع مني هنده عليك وأقولك عرفني ذاتك. لما أشعر أن الحياة بتنساب من بين إيدي والموت بيقرب مني هقوله يا رب أنا بنده عليك عرفني ذاتك، لأني لما أعرفك أنت أعرف الطريق وأعرف الحق وأعرف الحياة.
ما تضيعش أيامك وما تعرفش مين هو المسيح. والمسيح موجود في كلمته، في إعلانه، موجود في كنيسته على المذبح، وموجود في قلبي كل يوم بيكلمني وبيعلن ليا عن نفسه، وموجود في ناس كتير وأمور كتير حواليا بيكلمني من خلالها وبيقول لي أنا قريب منك، أنا قريب من قلبك. اقبل الإعلانات ديت وعيش بيها. والكنيسة ادتهاني عشان حياتي، عشان أبديتي. فأنا بقترب تاني من المسيح وأقول له أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز الحياة اللي ليا عندك أكتر، وطول ما أنا فيك هي دي الأبدية. يعطينا المسيح أن نكون فيه وأن تنفتح عيون أذهاننا وتستنير بإعلاناته وبإشراقاته علينا. ولما يشرق في القلب ويقول لي أنت ابني، وأقول له أنت أبويا، أنت بابا اللي أنا برتاح جدا أني بين إيديه، ولأنه بابا السماوي فأنا مطمن جدا، ولأنه قال لي ما تضطربش أنا مصدق، ولأنه قال لي أنا مجهز لك مكان أنا مستني، ولأنه قال لكن لأنه قال لي أنه المكان ده هتكون أنت معايا فيه فأنا فرحان، ولأنه هو المسيح فأنا بقول من وراء أمين. وجوه الكنيسة باكل واشرب واشبع وأقول يا رب كلنا قاعدين مستنينك، ولما تيجي هتاخدنا إلى الأبد ونكون كلنا معاك سهرانين يا رب ومستنيين اليوم الجميل ده والحياة الأبدية اللي تعلن لينا دي، والوعد الغالي اللي انت اديته لنا ده يا رب يثبتنا ويفرحنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.